بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى صحبه ومن والاه. أهلا بكم في حلقة جديدة من سنة أولى كمبيوتر. إعداد وتقديم محدثكم إبراهيم عبد الحميد. رقم التليفون 016-50-47-329. ايميل السلسلة firstyear_1988@yahoo.com. فريق العمل احمد شفيق ندى. اهداء الى جدتي رحمها الله والى كل الذين احبوني وكل الذين احببتهم يحشر المرء مع من احب. النهاردة يوم الجمعة 30 اكتوبر 2009، 11 ذو القعدة 1430. الحلقة 55 من سنة أولى كمبيوتر. عاوزين نستكمل ما كنا قد بدأناه ونصل ما كنا قد قطعناه من الحديث عن دورة الICDL. طبعا دورة الICDL دولة لها مكانة ورصيد في نفوس الناس وفي الشركات يعني، بس للأسف الشديد كالعادة طبعا استغلال المصريون أسوأ استغلال، وبقى كل الناس معهم ضغط ICDL، لكن لما تقعد معاه على الكمبيوتر تكتشف ان هو ما بيعرفش يفتح الجهاز. ودي حقيقة، وزارة التربية والتعليم بتدرب الناس على ICDL، لكن انت لما تروح تدرب او تشوف مستوى المتدرب اللي خارج من تحت ايد الدورة ديت تكتشف ان هو اول مرة في حياته يقعد على الجهاز لكن معاه شهادة ICDL. طبعا ده يعني من المظاهر المحزنة في حياته. فالمصريين يعني تقريبا كلهم معهم ICDL، عموم المصريين. بس المهم مين اللي بيعرف يتعامل مع الكمبيوتر كويس؟ لذلك انا من الاشخاص اللي لا يعترفون بالشهادات، يعني اظن ان الشهادة يعني حاجة كده مجرد ورقة، قيمتها مجرد اعتراف، زي الفلوس كده، مجرد ورقة، مجرد اداة تواصل. ولكن مستوى الحقيقي الفرد بيجي من التجربه، من الاختبار الحقيقي في الممارسه العمليه. فهنرجع النهارده ان شاء الله لل ICDL، International Computer Driving License، الرخصه الدوليه لقياده الحاسب او لقياده الحاسوب. وهنتكلم عن الموديول 3 اللي هو شابتر 3 اللي هو الفصل الثالث يعني منه. طبعا اول واحد فيهم بتاع الاي تي كونسبتس، وده عملنا فيه 3 حلقات، وبعدين بتاع الويندوز، وبعدين بتاع الوورد. طبعا في حاجات مكررة، يعني احنا كنا عملنا حلقة قبل ديت اسمها، يعني اظن من الحلقات الناجحة جدا لسنوات الكمبيوتر، اسمها اتعلم الوورد في ساعة. فطبعا النهاردة مش موضوعنا اتعلم الوورد في ساعة. اتعلم الوورد في ساعة كانت همها الاول والاخير ان هي تدخلك جوه برنامج الوورد، تخليك تبدا تستخدمه كويس، مش زي دي اللي احنا بنعملها، مش زي الحلقه ديت. وطبعا دي مش حلقه، دي مجموعه حلقات عن الوورد بس من خلال دوت ICDL. هتكلم حالا عن الموضوع ده. المهم في فرق بين الاثنين. اللي بتاع تعلم الوورد في ساعه كان همها انها تدخلك جوه البرنامج، تخليك تبدا تستخدمه وتعرف الفورماتنج وتعرف تنسق وتعرف تسيف وتعرف تطبع، تبدا تتعامل مع البرنامج، بحيث ان لو واحد محتاج فعلا يتعلم الوورد في يوم واحد او في ساعه واحده او خلال فتره محدده، يعني ممكن يتعلم يتفرج على الحلقه دي مرتين ثلاثه، يحفظ حاجات كويس، يطبق، خلاص ده كل اللي هو محتاجه من الوورد، تمام. انما في واحد تاني هيعتمد بجزء كبير من اعماله هتعتمد على برنامج الوورد، فلازم يبقى عارف فيه بتوسع شويه، فده يتعامل معانا من خلال ICDL ده. كذلك الناس اللي هتاخد شهاده ICDL نفسها، او الناس اللي بتدرس او اللي درست ICDL واكتشفت ان هي ما اتعلمتش حاجه، فده كله هيكون بالنسبه لها المجموعه الحلقات دي هتكون كويسه. طبعا الوورد برنامج كبير، كبير جدا بمعنى كلمه كبير يعني، وفي شهادات محترمه كتير شركه مايكروسوفت عاملاها، بياخدوا بقى البرنامج بكل تفصيلاته، بكل خدعه، وبكل الحاجات اللي انت ممكن تعمله، بكل الحاجات اللي انت ممكن توصلها بيه. طبعا اغلب البرامج بتقدر تعمل جواها برمجه، مش جواها يعني بتوصل بقى برمجه، يعني مثلا في حاجه اسمها الفيجوال بيزك، دي لغه من لغات البرمجه، فممكن تستخدم الفيجوال بيزك ده مع الوورد تعمل حاجات كويسه قوي، يعني تعمل برنامج فيجوال بيزك
بيعمل حاجة معينة وتقوم مطلع الناتج في صوت وورد، فتكتشف انك مثلا محتاج انك تطلع مستند 500 صفحة، بس كل شوية تعدل فيه شوية حاجات وتغير فيه شوية حاجات وتظبط فيه حاجات، قد تكون حسابات قد تكون ارقام، فتعمل بالفيجوال بيزك وتربطه بالوورد تلاقي انك مطلع ناتج مهول. كذلك الداتابيز اللي هو الاكسس، كذلك الاكسل، كذلك الباوربوينت، كل البرامج دي بتقدر تربطها بالشكل اللي انا بقول عليه ده، وتقدر تعمل منها وتطلع منها شغل كويس قوي. نبدأ بقى نتكلم على البرنامج. طبعا طيب فتح البرنامج المعتادة من نستارت اول بروجرامز، هتدور على مايكروسوفت اوفيس اهو. طبعا هتلاقي عندنا زيادة وهو 2007، يعني انت فوق هتلاقي 2003 عندي، وتحت هتلاقي 2007 وورد 2007. مش وورد بقى، مجموعة اوفيس 2007 والوورد بتاعها تحت اهو، ممكن نشوفه برضه او من باب العلم بالشيء لو شفناه في حته ما نتخضش ولا حاجه. مايكروسوفت اوفيس وورد 2007 بيعمل حاجه دي طبعا، عشان انا مسطب الاتنين جنب بعض، فهو كل شويه بيتنيه بدل ما بينهم. طيب نفتح 2003 على ما 2007 يفتح. من ستارت برضو اول بروجرامز مايكروسوفت اوفيس 2003، ده اوفيس 2003. الشاشه دي معتاده بالنسبه لنا، قد يكون الحاجات دي مش محطوطه بالشكل ده، محطوطه كده كويس. ممكن تكون محطوطه كده ومش باين لك منها شويه حاجات، انا اعرف نتعامل مع الحاجات دي كلها حالا ازاي. طيب طبعا اوفيس 2007 تقيل، ما بياخد وقت كتير، انا عايز بس نشوف شكله، مش هنتكلم عنه دلوقتي. المهم فانا بالنسبه لي اقدر احرك الايقونات ديت، عندي كذا نقطه اهو، لو واخد بالك هنا تلاقي كذا نقطه فوق بعض، فاقدر احرك الحاجات دي، اخلي البار ده تحت كويس، او لو هو هنا هلاقي الاثنين مقللين من خواص بعض، يعني السطر ده مش بكفي كل خواص، فلو ضغطت هنا كليك يمين، ضغطت هنا قصدي كليك شمال، هقول له شو بوتنز، شو بوتنز اون تو روز، يعني ايه حطهم لي في صفين، فهتقوم طالعه لي بالشكل اللي احنا محتاجينه. دي اول حاجه. تاني حاجه عشان افتح الوورد، طبعا ممكن يكون له اختصار على الديسك توب، يكون مكتوب وورد على الديسك توب، وتقوم حاطين يعني معمول البرنامج نقوم حاطينه على الديسك توب على طول. طب لو انا عايز اعمل له اختصار على الديسك توب عشان انا دماغي، بس سهله جدا يا عم، هتقوم داخل هنا وتقوم عامل كده اهو، وتقوم عامل كليك يمين عليه سند تو، تقول له ايه ديسك توب شورت كات، يبقى انت عامل له اختصار ديسك توب، تفتح الوورد من هنا على طول، تضغط ضغطتين تفتح الوورد. طيب في حاجه بقى غير كده، يقول لك ايه هو ايه الاختراع اللي انت عامله تحت ده، اللي انت عامله في تاسك بار. طبعا احنا الناس اللي متابعه معانا سنه اولى كمبيوتر، اظن ان احنا عملنا يعني 54 حلقه، فالناس اتعودت على الكمبيوتر، الناس ما جاتش بتستخدم الكمبيوتر اصلا اتعودت عليه وشافت حاجات وتعود على المصطلحات. اللي قدامنا ده بقى يا سيدي هو وورد 2007 بالعربي، يعني القوائم بالعربي، الصفحه الرئيسيه وادراج ومش عارف ايه، هناك في الانجليزي هتلاقي مكتوبه من الشمال لليمين، والحاجات الغلط والشرطه والمش عارف والمربعين دولت موجودين الناحيه ديت، يعني كل حاجه معكوسه، لان طبعا الانجليزي بيكتب من الشمال لليمين، العربي بيكتب من اليمين للشمال. فده شكل وورد 2007، اسهل من وورد 2003، في اوبشنز اكتر، في اشكال اكتر، في جماليات اكتر من ايه 2007 لمن يهون الجماليات. المهم طبعا احنا هنشتغل في 2003 دي دلوقتي، ولما ربنا ييسر ان شاء الله ويفتح علينا ونقدر نشرح 2007 هنبقى نشرح. مين الاخ هو ده لسه ما اتقفلش؟ ماشي. اللي تحت ده ايه هو؟ اللي تحت ده تاسك بار، في حاجه اسمها كويك لانش، انا هشيلها دلوقتي، هجيب لك التاسك بار المعتاد اللي انت متعود عليه، ده التاسك بار بتاعك العادي اللي هو كله بيبقى مفتوح، ايه الفايلات الفولدرات او الحاجات اللي انت فاتحها، البرامج والحاجات اللي انت فاتحها كويس. طيب طبعا البرنامج المجموعه دي عندك اللي هي مجموعه تعليم الكمبيوتر اي سي دي ال، دي حبه بي دي افات وحبه باور بوينتس اللي احنا بنشرح من خلالهم الاي سي دي ال. المهم ف
كنت بقول ايه؟ الكويك لانش. الكويك لانش ده بقى يعني ايه؟ عشان توصل بسرعه للبرنامج اللي انت عاوزه او للحاجه اللي انت عاوزها بسرعه قوي، تحطها تحت بدل ما تحطها في الديسك توب وتاخد مكان، لاني مش عايز اخد الديسك توب ياخد مكان، انا اضغط على ده ديليت لاني مش عايز الديسك توب ياخد مكان. فانا عايز احط الحاجات كلها في الكويك لانش، اقوم ضغط كليك يمين على التاسك بار وجايب تول بارز واقول له شغل لي كويك لانش ده اهو، يقوم فاتح لي كويك لانش. كويس، ظهر فيه شويه حاجات، هبدا انا بقى اعدل في الكويك لانش ازاي. هقوم ضاغط عليك على ده كليك يمين وشايل اللوك ذا تاسك بار، شيلت اللوك ذا تاسك بار، هيظهر لي شويه نقط جنب بعض، هبدا اسحبهم وهبدا انزل ده كمان لو كان طلع معايا كده بس. يبقى دي حبه برامج انا بستخدمها كتير فحاططها تحت، بحيث ان انا اول ما افتح احب افتح الحاجه اللي انا عاوزها افتحها بسرعه منين. طيب فرضنا مثلا ان انا عايز افتح ماي كمبيوتر، هلاقي ان ماي كمبيوتر اهي دي الايقونه بتاعت ماي كمبيوتر، اضغط عليها تلاقي فتح لي ماي كمبيوتر. طيب واحد يقول انا فاتح الصفحه ديت وعايز اوصل الديسك توب في ثانيه، اقدر اوصل الديسك توب؟ ايوه، العلامه ديت شو ديسك توب، يوصل لك الديسك توب على طول. خلاص انا فضيت الايقونات اللي على الجهاز كلها اللي على الديسك توب كلها واستغنيت بيهم بالكويك لانش. ده من ضمن الحلول اللي بعض الناس بتستخدمها يعني، او اللي انت ممكن تلاقيها في اماكن، في مثلا في مراكز طباعه، في سنترز، في نيت كافيز، حاجه زي كده. كنت عايزين بقى نضيف الوورد. الوورد متضاف اهو، وورد 2003 موجود اهو. انا ضفته ازاي بقى للموضوع ده، للتاسك بار من هنا من تحت للكويك لانش؟ ضغط كليك يمين وقمت جايب اوبن فولدر، فتح لي الفولدر بتاع الايه الكويك لانش، موجود فيه البرامج اللي قدامك دي. انا عايز اضيف لها الوورد، الوورد ده موجود هنا اهو، انا هحذفه دلوقتي. كليك ضغطت عليه ديليت وانتر، خلاص اتحذف وورد 2003. عايز ارجع اضيف لها وورد 2003، موجود 2007 قدام، انا عايز ارجع اضيف 2003 تاني، سهله جدا. اقوم ضغط على ستارت اول بروجرامز مايكروسوفت اوفيس وورد 2003 واضغط عليه كليك يمين وساحب، كليك يمين وما اشيلش ايدي وساحب واحطه هنا، فيقول لي كوبي هير ولا موف هير، اقول له كوبي يعني اخد نسخه بدل ما ايه بنقل. فالاقي ان وورد 2003 جه اتحط تحت هنا عندنا، اقوم قافل ده عادي، وكل الحاجات دي انا ضايفها بنفس الطريقه، وضغط هنا تاني واقفل اللوك ذا تاسك بار، علشان لما بقى فتحت التاسك بار كده انا فتحته فبقدر اشكله، فانا بشوف ممكن اعمل ايه في التاسك بار، ممكن ابهدل الدين اقف هنا على التاسك بار واقوم شوف خلي التاسك بار عامل قد ازاي، فممكن اعمل الحكايه دي غلط فاقوم منزله تحت يعني، ممكن اعمل الحكايه بتاع اللي انا عملتها حالا ديت كغلطه يعني، فلازم اقفله تاني كغلطه وانا بستخدم الماوس، فلازم ارجع اقفله تاني، وعملت لوك ذا تاسك بار وبقى عندي كل البرامج والحاجات دي موجوده تحت كده. اتكلمنا على فتح البرنامج علشان بعد كده لما نفتحه من هنا الناس ما تستغربش خالص. يلا يا عم، ادي وورد 2003 مايكروسوفت وورد 2003. اول ما بيفتحه بينشئ ما يسمى بالمستند الافتراضي اللي هو الدوكيومنت 1، تمام، بيسميه هو اسم افتراضي من عنده انك هتسمي المستند ده دوكيومنت 1، هتسميه امتى؟ لما تيجي تحفظه. كويس، طيب انا دلوقتي اتعلمت افتح البرنامج، ازاي اقفله؟ هضغط هنا اهو، يبقى انا كده اتعلمت افتح واقفل البرنامج. طيب ارجع افتحه، واحد يقول لي طيب انا ضغطنا هنا اوبن وجبنا الماي كمبيوتر وجبنا الدي وجبنا مثلا كيف تنجز اكثر في وقت اقل، ده وضغطنا هنا اوبن كده انا فتحت مستند. الحركه اللي انا عملتها ديت اوبن واختار المستند، يبقى انا كده بفتح المستند. طيب فتحت انا المستند في قلب برنامج الوورد، يعني الوورد فتحت جواه حاجه، الحاجه دي اللي هي شويه الكتابه بتاع كيف تنجز اكتر في وقت اقل ده. طيب انا دلوقتي عايز اقفل المستند من غير ما اقفل الوورد، اقفله باني بقى ازاي؟ اقفله بعلامه الضغط الصغيره دي، انا كده قفلت المستند لكن الوورد نفسه مفتوح، برنامج الوورد قدامي بس ما فيش فيه حاجه فاضي. ارجع هنا تاني وافتح ده اوبن، اعلم عليه واضغط كده انا فتحت المستند جوه الوورد. يبقى انا عرفت ازاي افتح واقفل واقفل دوكيومنت واعمل كلوز للبرنامج كله، اقفله كله على بعضه. كويس، ممكن اقفل البرنامج كله على بعضه منين؟ من هنا برضه.
لو ضغطت هنا على الفايل هلاقي تحت اكزيت، يعني اقفل البرنامج كله. انما هلاقي هنا كلوز، يعني اقفل المستند بس. لو ضغطت على كلوز قفل المستند. لو ضغطت على اكزيت، نزلت تحت وضغطت على اكزيت، هلاقي ان هو ايه، قفل البرنامج ككل. طبعا لو تلاحظ احنا شرحنا دلوقتي بطيء، ما فيش معلومات كتير زي المره اللي زي المره بتاعت تعلم الوورد في ساعه. هناخد وقت اطول، هنتعمق اكتر في البرنامج، هنعمل تمارين اكتر، عشان الوورد ده من البرامج المفيده قوي. في تلات برامج مفيده قوي للانسان العادي، الانسان العادي خالص ممكن يستخدمه استخدام كويس: الوورد والباوربوينت بالدرجه الاولى، والاكسل بعد كده. الوورد والباوربوينت بالدرجه الاولى والاكسل بعد كده، دي برامج يعني ايه، من مجموعه مايكروسوفت، برامج مفيده قوي. فاحنا هنتعمق فيه، مش بغرض اخذ شد اي سي دي ال ولا بمنهج الاي سي دي ال. انا لحد دلوقتي هتنيني ماشي معاك شويه بمنهج الاي سي دي ال، يعني احنا هناخد دوره الاي سي دي ال بس هنزود عليه، يعني في حاجات كتير كده هتلاقي زيادات في الوسط. بس اللي هيتابع معانا الحلقات دي هيقدر يخش امتحان الاي سي دي ال. اللي اصلا هيتعلم اتعلم الوورد في ساعه ده وهيذاكر شويه اي سي دي ال، الوورد يعني الوورد بتاع الاي سي دي ال، هيقدر يخش الامتحان وينج. اتعلم الوورد في ساعه يعني كانت وافيه من حيث الامتحان، الامتحان بتاعهم طبعا بيبقى بسيط. في اختصار تاني برضو احنا ما استخدمناش قبل كده، فانا عاوز اقوله، اللي هو الت اف 4. الت اف 4، الت اف 4 ده بيقفل اي حاجه مفتوحه، يتنيك يعني مثلا فاتح انا كام حاجه دلوقتي. انا فاتح دلوقتي ايه، فاتح الوورد وفاتح الفولدر ده، فانا عايز اقفلهم. الت اف 4 هقفل اول حاجه مفتوحه، وبعدين هقفل تاني حاجه مفتوحه، هقفل تاني حاجه مفتوحه، وبعدين هقفل الجهاز. الت اف 4 خلاص. يبقى طبعا هو بيقول لي ايه، وقف الفيديو قبل ما تقفل. انزل يا عم الحاج. يبقى دي كل قصدي الاختصار بتاع الت اف 4. الت اف 4 هيقفل كل الحاجات المفتوحه بس بشرط يكون متعلم عليها. يعني ايه متعلم عليها؟ يعني انا لو خدت بالي هلاقي النافذه بتاع الوورد ديت زرقاء، حلو. لزق ده لو اتحول لازرق باهت مش هيقفله، يعني هو دلوقتي ده لزق. الت اف 4 هيقفل لازرق. لو ضغطت على الت اف 4 دي كده هيجيب لك الويندو بتاع انك تقفل الوورد، انك تقفل قصدي الجهاز، مش انك تقفل الوورد. ليه؟ لان ده ازرق باهت. فالازرق الباهت اللي هنا ده اللي كان ازرق باهت، طبعا دلوقتي بقى ازرق، اللي كان ازرق باهت اللون ده اهو، دلالة على ان البرنامج ده هو مش حاطه في الاعتبار، ده شغال في الباك جراوند، شغال في الخلفيه، انما مش هو البرنامج اللي احنا شغالين عليه في اللحظه دي. فاخدنا كمان اختصار اللي هو الالت اف 4، وعرفنا ازاي بيشتغل، وعرفنا اللي هي التعليقه اللي بتيجي مع بعض الناس، يقول لك انا ضغطت على الالت اف 4 كان هيقفل الجهاز بدل ما يقفل البرنامج. ده بسبب الموضوع ده، انك ما حولتش لازرق الباهت لازرق. طب احوله ازاي؟ اضغط على البرنامج مجرد ضغطه، اقول له ده البرنامج ده اللي انا شغال عليه دلوقتي. ما احنا اتكلمنا في فتح وقفل البرنامج. الحاجات اللي احنا بنقولها ديت انا ليه بطول فيها؟ الحاجات دي موجوده في كل البرامج، اي برنامج في الدنيا هتستخدمه هتلاقي فيه الحاجات والخواص اللي انا بقول لك، هلاقي قفل البرنامج وقفل قفل الفايل وقفل البتاع، وانك تقلب ما بين الفايلز، وانك تعمل مش عارف ايه، وانك تغير الامتداد، وانك تعمل الحاجات دي موجوده في كل برنامج. فالحلقه بتاع النهارده ديت مش للوورد عشان هو وورد، لا، ده اي برنامج انت هتعلمه في الدنيا. فاصبر معايا وهتلاقي نفسك بتستفيد حاجات كتير. في حاجة بعد كده بقى، وهي ان انا عايز افتح فولدر زي ما قلنا، او عايز افتح قصدي فايل، اضغط هنا واقوم جايب ماي كمبيوتر واقوم داخل الدي. لو بصيت فوق كده هلاقي في شريط بيساعدني وانا بفتح اي ايه، اي برنامج من برامج، اي قصدي اي فول، اي فايل من فايلات الوورد، او اي دوكيومنت. يعني الوورد بيحفظ حاجه في صوره دوكيومنت، زي ما احنا قلنا دوكيومنت 1، شايف لزق ده واحد، ده لزق بيت اللي انا اقصده. دوكيومنت 1، دوكيومنت 1 يعني المستند الاول، يعني الوورد بيحفظ حاجه في صوره مستندات. المهم انا دلوقتي عاوز استخدم الشيت اللي فوق، فاول حاجه بلاقي في الشيت اللي فوق بتاع لوك ان دي، بضغط عليها بيقول لي انت عايز تخش على ديسك توب، ولا عايز تخش على الماي كمبيوتر، ولا عايز تخش على ابراهيم دوكيومنتس، ولا عايز تخش على شيت دوكيومنتس، ولا على السي، ولا على دي، ولا على ايه. او انا ضاغط على الحاجه اللي انا عاوز ادخل عليها، انا عايز اتنيني في الدي، اضغط على الدي كده هو فاتح لي الدي. كويس. في حاجه تانية الاقي هنا اوبشن تانية اللي هي الباك، اضغط عليها هيرجعني صفحه لورا، اضغط كده رجعني انا كنت في ايه، كنت في الدي، ده هو رجعني للماي كمبيوتر. طيب اضغط عليها ضغطتين الاقي هنا
زرار صغير سهم متجه لاسفل اضغط عليه، هيقول انت عايز تروح ماي كمبيوتر ولا ماي دوكيومنتس، هما دول اخر حاجتين انا كنت فيهم، يبقى ده بيرجعني لاخر حاجه كنت فيها. طب لو عايز قايمه بالحاجات اللي انا كنت فيها من شويه، الاقي ان انا كنت في ماي كمبيوتر وماي دوكيومنتس وماي دوكيومنتس، انا عايز بقى افتح دي ولا افتح دي اشوف. طيب في الاقي زرار الاب، لو ضغطت اب يبقى هيطلعني لفوق. في فرق بين هيرجعني ويطلعني، ايه الفرق؟ دلوقتي انا في الصفحه دي كويس عايز ارجع، طيب افتح ديت الاول، ومثلا ايه اعمل اب دلوقتي، هو عمل ايه؟ رجعني لورا، يعني ايه قصدي ايه؟ طلعني لفوق، بمعنى ان الفايلات في الكمبيوتر معموله، ماي كمبيوتر تحتيه الدرايفات السي والدي والاي والاف، كانهم ولاده كويس، كانهم ولاده فاهمني؟ فانا لما بطلع لفوق بطلع خطوه، فلما بطلع من السي او من الدي او من اي حاجه من دولت بطلع للماي كمبيوتر فوق، يبقى انا دلوقتي ايه؟ رجعت خطوه او طلعت خطوه لفوق. طيب لو انا كنت في السي وبعدين دخلت الدي، لو عملت اب هيرجعني السي تاني؟ لا ده هيرجعني للدي. لو عملت اب هيرجعني السي تاني، قصدي لا ده هيطلعني للماي كمبيوتر. ازاي؟ دلوقتي انا في الدي دلوقتي اهو، انا في الدي، هضغط على السي من هنا، ايه اللي هيحصل؟ لو ضغطت باك هيرجعني لاخر حاجه كنت فيه، اخر حاجه كنت فيها اللي هي الايه؟ الدي اللي قبل الساعه طول، لو ضغطت باك رجعني للدي زي ما انا قلت كويس. طيب لو رجعت جبت السي تاني وضغطت على اب، هيجيب لي اب مجازا، ده بيسموه الملف الابوي، ابو السي. ابو السي مين؟ ماي كمبيوتر. ما هو الكمبيوتر كأن كل حاجه بتخلف الحاجه اللي تحتها، كأن الحاجات بتولد يعني. فالماي كمبيوتر ده عندي انا بارتيشنين، هو مخلف بارتيشنين السي والدي، كل بارتيشن منهم جواه شويه فولدرات، كل فولدر جواه شويه فايلات، فكل الحاجات دي كانها من ناس لبعض كويس. فانا لما اطلع هطلع للاب، انما لو كنت في السي ودخلت على الدي والسي كده، يبقى انا لما هرجع دلوقتي هرجع للاخ كويس. يبقى احنا فهمنا الفرق ما بينهم، ان اطلع الاب وارجع الاخ. طبعا التفاصيل دي تفاصيل قد تكون تافهه، وقد يكون ما فيش حد بيشرحها، بس يعني اجابه على استفهامات بعض الناس اللي ممكن تسال اسئله بسيطه زي ديت، وكذلك الطلبه اللي بيدرسوا كمبيوتر في المدارس والحاجات زي دي، بتلاقي فيها الحاجات دي في الكتب وكده، فقد يكون مفيد ان واحد منهم يتفرج على حلقه ولا حاجه فيفهم الموضوع ده، يجيله سؤال في امتحان يعرف يحل او حاجه زي كده. المهم سيرش ذا ويب، او ضغط على الايقونه بتاعت سيرش ذا ويب، اظن وضحت موضوع موضوع الباك اللي هو ارجع للحاجه، وموضوع الايه الباك والاب. سيرش ذا ويب ده بيدخلني على الانترنت، يخلينا نعمل سيرش على الانترنت عن الحاجه اللي انا عاوز افتحها. لو ضغطت على الايقونه ديت وضغطت على دي، ديت ديليت بتاعنا، لو ضغطت هنا اعمل ديليت. طيب لو ضغطت على ده بيخلينا نعمل نيو فولدر، ان هو كاني عملت كليك يمين نيو فولدر، لو ضغطت على ده بيخلينا نعمل نيو فولدر، يقول انت عايز تسمي نيو فولدر ايه؟ اسميه مثلا محمد، وضغطت هنا اوكي، فهيتعمل لي نيو فولدر اسمه محمد، دخل فيه مباشره. لو ضغطت اب هلاقي بقى محمد هنا اهو، انا عايز احذفه اعلم عليه واحذفه. لو ضغطت هنا هلاقي الايكونز بتاعتي لا باكتر من شكل، فانا اضغط، لو ضغطت على العلامه نفسها هيتنيه يغير من غير ما يقول لي، هيجيبهم واحد ورا التاني، انما لو ضغطت على ده هبقى هيظهروا كلهم بالنسبه لي. يبقى ده الثامب نيلز والتايلز والايكونز والليست والديتيلز والبروبرتيز والبريفيو، كل الحاجات دي بالنسبه لي متاحه دلوقتي، اضغط على الحاجه اللي انا عايزها منهم. يبقى انا هضغط على السهم الصغير وقوم جايب التايلز، يبقى ده وضعيه التايلز، وقوم جايب الايكونز يبقى ده وضعيه انكل، وقوم جايب الليست يبقى ده وضعيه الليست كويس. او تنيني اقلب من بتاع نفسه من غير ما افتح البتاع، من الزرار نفسه مش من السهم اللي جنبه، تنيني اقلب كده لحد ما اشوف. طيب البريفيو ده مفيد في ايه؟ اضغط هنا اهو افتكر شكل المستند اهو، يجيب لي بيانات عنه، ده البروبرتس. البريفيو بيجيب لي شكل المستند اهو، يبقى جاب لي شكل المستند. اقلب انا هنا كده اشوف هو ده المستند اللي انا عايزه، هي دي الحاجه اللي انا كنت عايز افتحها ولا لا. ما انا قد اكون نسيت
نسيت عنوان المستند، يعني انا نسيت كيف تنجز اكثر في وقت اقل، ده نسيت الكتاب ده بيتكلم عن ايه، بس فاكر شكل الحاجات اللي جوه، فبضغط على حاجه وبفتكر بقى شكل الحاجات من خلال الموضوع ده. خلاص البروبرتيز بتاعته قد اكون نسيت حتى الكتاب بيتكلم عن ايه او بتاع، بس عارف خواصه، عارف هو كام صفحه، عارف هو مش عارف ايه، عارف مين اللي كاتبه، الحاجات اللي قدامي دي. طبعا درج بروبرتيز كتير قوي، الفيرجن بتاعته الايه، الريفيجن والايديتد والبرنتد والكرييتد والموديفايد. الكرييتد ده اتعمل يوم ايه، اتعمل يوم ايه، اتعمل عندي يوم ايه، الموديفايد اتعدل يوم ايه، البرنتد الطبع يوم ايه، عدد الحروف وعدد عدد الحروف وعدد الكلمات فوق ايه، والشركة اللي عملته والسايز والحاجات دي، البروبرتس والحاجات دي كلها موجودة قدام. كويس. بعد كده انا عندي التولز، لما اضغط عليها هيقول لي سيرش ولا ديليت، الاثنين اللي موجودين هنا، هيقول لي انت عايز تعمل رينيم للحاجة دي، ممكن اعلم عليها واضغط عليها من التولز اعمل رينيم ليها. ممكن يقول لي برنت انت عايز تطبعه، لو ضغطت على برنت ممكن اجيب البروبرتيز. الماب نتورك درايف دي سيبك منها، ممكن يقول لي البروبرتيز بتاعها، ومفاتح ضغط كليك يمين مغير في البروبرتيز بتاعها، مغير التايتل بالنسبه لي ايه، ومغير اليوثر هو المؤلف، ومغير الكمباني التليفون اللي هو محطوط قدام. خلاص يبقى دي استعرضنا موضوع الاوبن ده بكل محتوياته. كويس. في حاجه تانية بقى ما قلناهاش، ايه هي؟ لو جبنا التايلز بلاش التايلز، لو جبنا الايكونز وخلينا الحاجات دي قدام، احيانا ببقى مش عايز افتح مستند واحد، ببقى عايز افتح تلاتة اربعة، فايه الحل؟ لو تلاتة الاربعة دولت كانوا ورا بعض، بضغط على اول واحد وبعدين بضغط على زرار شيفت في الديسك في الكيبورد، وبعدين بضغط على اخر واحد انا عاوزه، بلاقي ان اتعلم عليهم كلهم، اضغط على اوبن هلاقي ان كلهم اتفتحوا. كويس. طيب في لوم تان، افتح هنا اوبن تاني، ولنفرض ان انا كنت عايز افتح تلاتة اربعة بس مش ورا بعض، يعني انا لما ضغطت على الاولاني وبعدين ضغطت على شيفت اتعلمني على الخمسة اللي ورا بعض دول. طيب فرضا ان انا عايز افتح ايه، اربع فايلات متفرقين، اضغط على الاولاني واضغط على كنترول وماشينش ايدي، اضغط على ايه، مفتاح كنترول برضه في الكيبورد، واضغط على ده وبعدين اضغط على ده وبعدين اضغط على ده، يبقى انا دلوقتي الكنترول بجيب بيه، الكنترول والكليك شمال بجيب بيهم الحاجات المتفرقه، بعلم بيهم على الحاجات المتفرقه، الشيفت والكليك شمال بعلم بيهم على الحاجات اللي ورا بعض، يبقى شيفت قصدي اضغط على اعلم على الاول فايل انا عايزه، وبعدين شيفت وما اشيلش ايدي، وبعدين اضغط على اخر فايل اعلم على الفايلات كلها، لو انما لو ضغطت على كنترول بعلم عليهم فايل فايل بايدي. طيب الحكايه ديت انا ممكن اعملها في الوورد بس ولا في كل حاجه؟ لا في كل حاجه. الحلقه ديت بشكل عام انا بعرفك على يعني ايه برنامج، يعني بضيف لك قصدي الاوبشنز الموجوده في اغلب البرامج، ازاي تفتح فايل في كل البرامج، ازاي تفتح اكتر من فايل في كل البرامج، الحاجات دي كلها خلفيه عامه لفتح برامج كتير قوي بعد كده، سواء في الاوفيس او في غيره. خلاص. فعشان كده مطول فيها شويه، وعشان كده تحس ان الحلقه ديت من حلقات ثانويه كمبيوتر المفروض اللي كانت تبقى في الاول. طبعا الحلقات زي ما انا قلت مليون مره قبل كده، الحلقات مش مرتبه، بمعنى ان انا مش ماشي بترتيب زمني، مش حاطط منهج زمني تصاعدي او منهج زمني تنازلي او حاجه هرميه، يعني لا، احنا لا بنطلع لفوق ولا بنمشي لتحت، احنا بنغطي مواضيع معينه في الكمبيوتر، هذه المواضيع في مجملها هتكون منظومه متكامله من التعرف على الكمبيوتر هتخليك مؤهل لانك تكون في سنه اولى كمبيوتر. بس ده الهدف او الغرض. كويس. فزي ما بقول لك كده، الحاجات دي تنفع اي برنامج وتعتبر من الايه، الحاجات الاوليه في الايه، تعامل مع البرامج. لو ضغطنا على كنسل هنلاقي ان احنا هنا فاتحين فايل. طيب انا عايز اخلص من الفايل ده، افتح فايل جديد، اقول له نيو، العلامه بتاعت نيو ديت لو ضغطت عليها يفتح لي فايل جديد. طب ده هو ساب لي القديم، اقفل القديم من تحت كليك يمين كلوز، كده انا فتحت القديم. دلوقتي انا فتحت فايل على طول. طيب فرضنا ان انا كنت عايز افتح فايل بشكل معين، يعني فايل مش عادي، فايل بشكل معين. يعني ايه فايل بشكل معين؟ دلوقتي انا عندي ممكن يكون واحد
عمل فايل على شكل فاكس. واحد شغال في شركة، طبعا الموضوع ده برضو نغطي النقطة ديت، احنا فاضلنا نقطة واحدة بس في الحلقة دي. الحلقة ديت انا طلب مني ان الحلقات تبقى نص ساعة، وانا شايف ان الرقم ده مناسب، هتبقى في حدود النص ساعة يعني، مش هنحاول نطول عن كده علشان الناس ما تزهقش وتملش وتعرف تتفرج على الحلقة وتتدرب عليه. لو فرضنا يعني ان هي هتقعد تتفرج على الحلقة نص ساعة وهتتدرب لها 10 دقايق ولا ربع ساعة ولا حتى نص ساعة، ده يبقى خصصت الحلقة مثلا هو كمبيوتر ساعة، تقدر تتعلم الكمبيوتر بقى تنظم نفسها على هذه الوضعية. فانا طلب مني الحلقه ما تزيدش عن نص ساعه، واحاول جاهدا ان انا ما ازيدش عن نص ساعه الا في بعض الحلقات اللي لازم تتعمل الساعه او الساعه ونص على بعضها. المهم طبعا بقول سنقول كمبيوتر برضو نقطة تانية، ان سنقول كمبيوتر يعني المهم الغرض الاساسي منها الناس غير المتخصصة اللي هما ما بيشتغلوش على البرامج ده بشكل تخصصي، مش واحد شغلته الوورد، مش واحد مهنته الوورد، بس لو قدرنا عرضا نوصل لهم ونتكلم على انهم بيشتغلوا ازاي ونعلمهم حاجة تكون في طبيعة شغلهم، اهلا وسهلا يعني لو قدرنا اهلا وسهلا، انما هما مش هدفنا الاساسي. بس لو عرفنا نعلمهم الحاجات ديت، ان مثلا واحده هتشتغل سكرتير فعلمناها حاجات في الوورد تسهل على شغل السكرتيريه، مثلا بتبعت فاكس، فالفاكس ده هي نسقت فاكس قبل كده وظبطته وعملت الفاكس كما يجب ان يكون حلو، هل بقى عليها ان هي كل مره تعمل فاكس جديد؟ هل هي عليها ان كل مره تخش على الفاكس وتقعد تعدل فيه؟ ولا في حركة أسهل إن هي ممكن تعمل فايل من فايل أو فايل من تمبلت؟ إيه بقى موضوع فايل من فايل وموضوع فايل من تمبلت؟ الفايل من فايل يعني فايل عادي من أنت بتعمله عاديين خالص بتوعنا دول. الفايل من تمبلت يعني بعمل نموذج موديل جاهز عندي محتاج إن أنا أملاه بس. فأنا لو ضغطت هنا على فايل وضغطت هنا على نيو، طبعا برضو من ضمن الحاجات اللي احنا محتاجين ان احنا نقولها، ان لو ضغطنا على اي فايل ولقينا جنب الايقونه 3 نقط، نعرف ان هو هيفتح لنا نافذه جديده او هيفتح لنا حاجه جانبيه، زي لو ضغطنا على سيف از مثلا هيفتح لنا حاجه جديده اللي هي النافذه ديت، او هنا لما ضغطنا على نيو فتح لنا الباند ايه، فتح لنا الباند اللي على اليمين دي كويس. لو ضغطنا على على حاجه فيها سهم هيفتح لنا حاجه جنبها، او وقفنا على حاجه فيها سهم فتحنا حاجه جنبها، لو ضغطت برضه على البرنت دي هيفتح لي نافذه. يبقى دي الرموز دي ليها معنى، 3 نقط والسهم والحاجات ديت لهم معنى في الايه، في الكمبيوتر. فدي معلومات بنقولها على الماشي يعني. المهم نرجع لموضوعنا، انا دلوقتي عايز افتح المستند، فانا قدامي كذا خيار. الحاجه الاولانيه ان افتح بلانك دوكيومنت يعني مستند فاضي زي اللي انا مفتوح قدامي ده ما فيهوش حاجه خالص، اكس ام ال دوكيومنت يعني مستند مفتوح بالايه، بالامتداد اكس ام ال. طيب ويب بيج دوكيومنت يعني انا هعمل نيو دوكيومنت معمول على اساس ان هو يطلع ايه، ويب بيج ان هو يطلع صفحه نت. فروم اكزيستنج دوكيومنت يعني انا عايز اعمل مستند من مستند. لو ضغطت هنا على جدول ده اهو مثلا وقلت كرييت نيو، انا دلوقتي عملت مستند من مستند، بمعنى ان انا سبت المستند الاصلي بتاع اللي هو اسمه نيو ده اهو، اللي هو اسمه الجدول ده اهو، انا فاتح دلوقتي مستند اسمه ايه وراح فين، دوكيومنت 3 ده انا فتحت الجدول كويس تمام، بس الجدول الاصلي سيبته زي ما هو، يعني انا كاني خدت كوبي من الجدول الاصلي وفتحت جدول جديد هنا، يبقى الجدول الاصلي ده سيبته زي ما هو، يبقى انا فتحت دلوقتي مستند من مستند نيو. طيب مثلا عملناها تاني فروم اكزيستنج، جبت انا كتاب برضو كيف تنجز اكتر في وقت اقل قلت له كرييت، دلوقتي هو عمل ايه؟ فتح لي برضو مستند وساب المستند الاصلي، يعني فتح لي القديم وساب الجديد، بمعنى ان انا هبدا اعدل على ده زي ما انا عايز. لما اجي افتح بقى القديم يعني انا هضغط هنا في الوسط هنا واكتب 1 او اكتب 3 4 1 وسبت المستند ده ماشي وسيفت يا سيدي، هيقول لي عايز سيف فين؟ اقول له على الديسك توب واقول له سيف. دلوقتي انا شوهت شكل المستند ده، لو رجعنا هنا وفتحنا المستند بتاع كيف تنجز اكتر في وقت اقل ودخلنا على المايك كمبيوتر وفتحناه، هنلاقي المستند زي ما هو. يبقى انا دلوقتي ايه، عملت مستند جديد خالص، كرييت حاجه فروم حاجه، كرييت يعني ايه، يولدها يفعلها
ما بيترجموها يخلقها، بس طبعا تعبير يخلقها تعبير يعني اسلاميا عليه مشاكل، او يعني ما ينفعش ان احنا نقوله على الحاجات اللي مصنوعه عند البشر. المهم لا يخلقها ينفع، قصدي هو كريت اللي هو يخلق، التعبير قصدي السليم ان هو يخلق. المهم فهو بيخلق او بيفعل حاجه من حاجه، يعني ما بيبتكرش، ما بيبدعش، ما بيخلقش بمعنى ادق. يخلق يعني يخلق من عدم، انما يخلق يعني يخلق من حاجه موجوده، يولد. عشان كده الاجيال بيسموها جينيريشن، جينيريشن يعني جيل، يعني متولد من جيل اخر قبليه. المهم مش موضوعنا الانجليزي. فلما فتحنا دلوقتي فتحنا مستند من مستند، لما فتحنا مستند من مستند، بمعنى ان احنا فتحنا حاجه من جوه حاجه وسيبنا الحاجه الاصليه زي ما هي. كويس، ادي الايقونه وادي النيو دوكيومنت. طيب في حاجه اخيره بقى اللي هو التمبليت. ايه هو بقى موضوع التمبليت دي لو ضغطنا؟ فطبعا اظن الصوره واضحه دلوقتي، بمعنى ان السكرتيره لو عملت مستند واحد بدل ما تعمله كل مره كوبي هيبقى بالنسبه لها سهل خالص، هتحطه على الديسك توب او تحطه في الدي مثلا زي ما انا حاطه عندي كده، وكل شويه تفتحه وتعدل فيه وتقوم مسيفاه تسييفه جديده، تفتحه وتعدل فيه وتقوم مسيفاه تسييفه جديده، وتسيب الاصل بتاعها كانه راس مال بالنسبه لها ما بتلمسوش، تسيب الاصل بتاعها زي ما هو. فده بيحميها من ان هي كل مره تعمل مستند من اول وجديد. لو ضغطنا عليه هنا هنلاقي برضه فروم تمبلت، تمبلت هتلاقي تمبلتس بيقول لك انت عندك التمبلت ديت عايز تجيبها من على شركه مايكروسوفت، موقع مايكروسوفت اللي هو اوفيس اونلاين ده، ولا عاوز تجيبها من الكمبيوتر بتاعك، ولا عاوز تجيبها من ويب سايت بتاعك. ويب سايت ده هيقول لي ايه الويب سايت بتاعك. كويس، كمبيوتر، هيقوم داخل على الكمبيوتر بتاعي وجايب الايه التمبلتس اللي عليه. فانا هلاقي تمبلتس كتيره جدا، جنرال والليجيكال والليترز ده والمش عارف ايه وبتاع، ادي الفاكس اهو. فهي دلوقتي عندها الفاكس ده مثلا، هي مظبطاه وعارفه، مش مظبطاه، هي عارفه ان الفاكس ده الفاكسات التمبلتس اللي قدامها دي شركه مايكروسوفت هي اللي عاملاها، فهي عارفه ان التمبلت ده اللي شركه مايكروسوفت عاملاه كويس قوي، فتقوم ضغط عليه هنا اوكي، يقوم جاي لها صوت الفاكس جاهز. هتقوم هي عامله ايه، كل حته بيقول لها كليك هتقوم ضاغطه فيه وتقوم مغيره الكلام، هتقوم ضاغطه فيها وتقوم مغيره الكلام، يعني الفاكس ده من مين لمين، تاريخه ايه، ظروفه ايه، عايز يتكلم عن ايه بس. يبقى هي دلوقتي جهزت فاكس متنسق باسهل طريقه ممكن. طبعا الحاجات دي والفاكسات دي والحاجات دي موجود لها نسخ بالعربي زي ما موجود لها بالانجليزي من اوفيس اونلاين ده، برضه لو ضغطنا عليه، بس انا ما عنديش نت على الجهاز ده، لو ضغطنا عليه هنلاقي فتحنا موقع شركه مايكروسوفت، هنقوم يعني داخلين عليه ومدورين على الايه التمبلتس اللي عندنا. يبقى احنا دلوقتي غطينا ايه موضوع ايه التمبلت، وغطينا شويه حاجات في اساسيات التعامل مع البرامج والتعامل مع الوورد بشكل خاص والتعامل مع البرامج بشكل عام. ارجو ان انا اكون قد وفقت في توصيل الموضوع لحضراتكم. شكرا لكم على حسن استماعكم. طبعا طبعا اي حد عايز يستكمل باقي الحلقات بيدور على جوجل عن كلمه سنه اولى كمبيوتر او عن جمله سنه اولى كمبيوتر، هيطلع نتائج كتير جدا، يدور فيها على النتائج الفعاله، لان في مواضيع نتائجها او الروابط بتاعتها روابط ما عادتش فعاله او روابط باظت. يعني اللي عاوز ينضم لفريق العمل اهلا بيه، اهلا وسهلا، ما عنديش اي مشكله ان هو ينضم لفريق العمل ويشوف القدره اللي هو ممكن يقدمها لنا. يعني لو كان يقدر يشرح حاجه اهلا وسهلا، لو كان يقدر يتعاون معانا في التسويق والنشر اهلا وسهلا، لو كان يقدر يعمل اي حاجه او يوفر اي حاجه للسلسله برضو اهلا وسهلا. اللي عاوز ينشر السلسله زي ما قلنا حقوق النشر غير محفوظه تماما، اللي يحب ينشرها باي شكل من الاشكال سواء على شبكه الانترنت او يحطها على اسطوانات ويوزعها او ينقلها من جهاز لجهاز او يوزعها بين اقاربه واصحابه او يعمل اي حاجه تانية هو شايفها، مفيش مشكله. لو كان عاوز يتصل بيها يستاذني زياده في التاكيد برضو مفيش مشكله. لو في حد برضو عشان نحل اشكاليه اللي بيشرح ده مؤهل ولا مش مؤهل، دايما في اتهام لاي حد بيتكلم هو مؤهل ولا مؤهل ولا مش مؤهل. الاتهام المعتاد انا عايز اخرج من اشكاليته، وهو اني انا مش مجال الكمبيوتر، انا مش معايا شهادات
مش قصدي مش تخصصي الكمبيوتر، بمعنى ان انا واخد شهادات كمبيوتر بس مش تخصصي في الحياة او في دراستي الكمبيوتر. انا في كلية هندسة بس تخصصي الهندسة المدنية سيفل انجينيرنج، عشان كده طول ما احنا ماشيين تلاقي فايلات عليها حاجات هندسة مدنية، كباري وبيلدنجز ومنشآت وحاجات ليها علاقة بالايه والشغل بتاعنا. فده تخصصي الاصلي الكمبيوتر، هو او ده تخصصي اللي هو ناجم عن دراستي، يعني كمبيوتر جاي من دراسه بس من دراسه حره وكهوايه، انما مش ككليه. فعشان نحل اشكالات، هو ده بيشرح ليه وده بيتكلم ليه، وانت ازاي تسجل حلقات اصلا وانت مش من حقك والكلام ده، والاتهامات دي سواء كانت عن حق او عن باطل. اللي عاوز يتصل ويتعاون على انه يعمل الماده العلميه ديت او يسجلها وشايف في نفسه تقيل، اهلا وسهلا. يعني دايما برد على اللي لو حد قال لي الجمله ديت انت مؤهل ولا لا، هقول له مثلا ايه، ما تكلم امثالي الا لما سكت امثالكم. يعني انا لو لقيت ان سنه اولى كمبيوتر ديت حد تاني مؤهل اكتر مني عملها، او حد تاني عملها احسن مني، هسكت مش هسجل. هسجل ليه بقى؟ ما دام في واحد عمل حاجه كويس اهلا وسهلا، انما لو انا وهو من نفس المستوى او مستوى انا متقارب، خلاص هنقول انا هسجل وهو يسجل عشان يبقى في منافسه ما بيننا. انما ما فيش حد مسجل اصلا، ما فيش على شبكه الانترنت حد بيعمل الحاجات دي، في حين ان في شركات اجنبيه كتير بتعملها، في حين ان ما فيش سلسله بتاخد الناس من تعلمهم الكمبيوتر من الصفر، او ما فيش مجموعه فيديوهات بتاخد الناس تعلمهم الكمبيوتر من الصفر، او انا ما شفتش، او مش مشهور قوي، او موجود يا سيدي بس مش بالحد الكافي. فليكن فلحل هذه الاشكاليه، انت هتعرف ولا ما تعرفش هو الكمبيوتر ده شغلتك ولا مش شغلتك، وانت مهندس كمبيوتر ولا لا، الحاجات دي كلها رد عليها بان ايه اللي لو انت عملت ونجحت اكتر مني خلاص انا هسكت، لو انت ما عملتش وسبت المجال لغيرك يعمل بقى ما تلومنيش. السوق زي ما التجار دايما بيقولوا، السوق يساعد الكل، فاللي بيقع او قصدي اللي بيفشل في السوق ده دلاله على انه ما يصلحش، معاه شهادات بقى، معاه مؤهلات، معاه مش عارف ايه. انا لو ما كنتش ناجح ما كنتش استمريت. ده ردا بس على كل الحاجات الاتهامات اللي قد تكون تقال من امامي او من خلفي، وحلا لهذه المعضله قلت بصراحه جديده يا جماعه ان انا مش شغلتي هندسه الكمبيوتر او ما يتعلق بعلوم الكمبيوتر كلها، لا انا المهنه التي امتهنها او الدراسه التي ادرسها او المهنه التي انوي ان امتهنها الهندسة المدنية، طبعا إضافة إلى الكمبيوتر وإضافة إلى العلوم الإدارية، دول التلات حاجات اللي أنا بحبهم. شكرا لكم على حسن استماعكم، وأرجو أن أكون قد وفقت، وأرجو أن لو في أي معضلات أو اتهامات أو أي حاجة عاوز تبلغها أو تقولها، سواء كانت حلوة أو وحشة، محزنة أو مفرحة، أي حاجة من هذا القبيل، ما عنديش أدنى مانع. شكرا لكم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.